لا خلينا نتفقوا على حاجة، إنه الكتاب الأسود هو الترجمة لسلوك موجود عند السيد رئيس الجمهورية واللي احنا ما نتفقوش فيه معه في الحزب الجمهوري. فما نوع من الشعبوية في التعامل مع القضايا اللي نرفضوها تماما. أنا شنو معناتها نجي نقول إنه 700,000 دينار؟ على فكرة راهو أنا نحكي مرتاح، لأنه كنت ناضل ضد لاتيسي وضد بن علي وما ينجمش يزايد عليه في الموضوع. أما نجي يقول يا اخي فما حكومه في العالم ما عندهاش ان سيرفيس دو كومونيكاسيون؟ صحيح. الميزانيه في فرنسا، في بريطانيا، في امريكا، احنا كنا ضد انه هالفلوس هذه يتم استعمالها لتبرير القمع، وهذا الموقف السياسي. لكن باش نجي واحد ترجم كتاب، خدمته مترجم، باش نجي لانه ترجم كتاب نصبح نشهر به، هذه نقطة غلطة. باش نجي نقول أنا الفلوس هذه مشات حقها مشات للتنمية وللبطالة، هذه الشعبوية بعينها. كانت الفلوس تنجم تمشي في الكوميونيكاسيون غوفرنمنتال من غير ما تمشي في تبرير الاستبداد. هذه نقطة. النقطة الثانية، الاعتماد على التقارير الاستخبارية كأني مسألة ثابتة. السيد رئيس الجمهورية يجي في الكتاب نتاعو يقول راهو فلان بعث تقرير في فلان وقال به كذا كذا، يعني أصبح الواشي عنده مصداقية ونعتمد عليه. نفترضوا سي عمر غدوة نحلوا البوليس السياسي ونلقاو واحد بوليس كاتب تقرير في سي عمر الشتر يقول راهو سي عمر به وعليه وكذا، ناخذوها احنا نقولوا هذايا كاهو خرجوه في كتاب ونشهروا بسي عمر. ثلاثة، انه الرجل حقوقي كما السيد رئيس الجمهورية ما يعطيش فرصة للناس باش تدافع على نفسها. يا أخي أنت راهو تهمة تخرج كتاب وتقول الناس بها وعليها بدون أن تسمح إلها باش تدافع على نفسها. كيفاش تم الزج بها؟ هل إني المعلومة صحيحة وإلا غلطة؟ هذايا أيضا مسألة غلط. والأخطر من هذايا الكل هو المسألة الانتقائية. فما ناس ثابت وأنت أكثر من أكثر الناس تعرفها، طبلت البن علي غير موجودة في هذا الكتاب، والليلة بن علي وغير موجودة في هذا الكتاب، والطرابلسية وغير موجودة في هذا الكتاب. علاش؟ لأني اليوم ما عنداش موقف معارضة للسلطة القائمة. وهذا أيضا مطروح، هذا هو جوهر الموضوع. اليوم احنا في الأسبوع هذايا توفى شخصية نقول المرحوم رحمة الله عليه نيلسون مانديلا، اللي أعطانا درس، أعطى درس للناس في الانتقال الديمقراطي. وبعد ثورات الربيع العربي بعث رسالة للشعبين المصري والتونسي وقال راهو الطريق هذايا متاع الانتقام والتشفي راهو الطريق غلط، وراهو ما نجموش نبنيو الديمقراطية هكا. اليوم راهو إذا نتصوروا أنه بالشعبوية وأنه الناس هو جماعة بن علي وما نعرفش شنو كذا باش نستعيدوا نوع من البريق، مش هذه الثورة. أقول لك الثورة وين؟ الثورة في إصلاح التعليم، الثورة في إصلاح الصحة، الثورة في العناية بالمناطق الداخلية باش مش نضربوهم في الرش بالرش كيما سليانة وغيرها. هذه الثورة. أما الثورة مش أني نجي نصفي حساباتي السياسية على حساب الناس، هذايا مش ثورة. وانت تعرف سي عمر اللي احنا في الحزب الجمهوري كنا في طليعة مقاوم من النظام السابق، ولكن راهو ما نجموش نمشيو للمستقبل واحنا ننظروا لتصفية الحسابات الشخصية بالشكل هذايا. احنا نحب نصفيه الحساب مع تركة السياسات، مع منوال التنمية، مع الاستبداد، مش مع صحفي ترجم كتاب في إدارة. وشكرا.